بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. إلى هذه الفقرة مع كتاب بيالي غي كومبخوندر، ونستأنف مع ما سبق. لا فا دو لاتي، لا فا دو لاتي، لو سولاي افي بغي تو لاتي، شاك ماتا دو بونور، إل مونتي دون لو سيال، ألوغ لا فلور دي شان سوفري، لي في دو لارب بغي كوم دي بيجو. لوروندال كيتي سون ني، إي دونسي دون لا لوميير، كار لا بون شالور دي سولاي ريشوفي تو لو موند. Mais le soleil était fatigué d'avoir tant travaillé. Il se levait plus tard maintenant et se couchait plus tôt. Un petit nuage arriva dans le ciel, puis un autre. Crois-tu que le soleil va nous chasser aujourd'hui? Non, le soleil est trop fatigué. C'est notre tour. Et le ciel se couvrit de nuages qui cachèrent le soleil. إذن تبارك ما عندنا هنا فصل الصيف حيث السماء الصافية. ثم بعد فصل الخريف حيث ستظهر الغمامات الرمادية. ثم بعد عندنا بليك بلوك جي بو فينير اوسي دي لا بوتيت فوا دو لا بلوي اي لا بلوي سوميا طومبي اي لا بلوي سوميا طومبي هوهو جاريف اوسي دي لا غروس فوا دي فون اي لو فون سوميا سوفلي. اذا بليك بلوك نتكلم هنا عن صوت قطرات المطر. بليك بلوك جي بو فينير اوسي هل انا استطيع اتي ايضا؟ واش حتى انا نقدر نجي ايضا؟ طبعا هنا عندنا في بوفوار صرف البريزون جو بو. طبعا نقول جو بو تي بو إل بو نو بوفون فو بوفو إل بوف إل بوف هم يستطيعون. هنا عندنا جو بو هنا سؤال. جو بو فونير أوسي أستطيع آتي أيضا. هل أنا أستطيع آتي أن أجيء أيضا؟ هنا عندنا لو فونير ولكن ما مصرفش. لماذا؟ لأنه أتى بعد فعل آخر مباشرة. Je peux venir. أنا أستطيع آتي. أوسي أيضا. دي لا بوتيت فوا دو لا بلوي. يقول صوت الصغير. يقول الصوت الصغير دو لا بلوي للمطر. طبعا عندما يكون هناك رياح، عندما تكون هناك غمامات رمادية، تبدأ هناك قطرات المطر بشكل خفيف ورقيق، فيكون هناك صوت صغير كما عندنا هنا دي لا بوتيت فوا دو لا بلوي. يقول صوت صغير للمطر. طبعا كلمة فوا هي كلمة مؤنثة، لذلك نقول هنا لا بوتيت كما نقول هنا صوت ولا نقول صوت. إذا دي لا بوتيت فوا دو لا بلوي للمطر. إي لا بلوي سوميا طومبي هو المطر سوميا طومبي. أيضا هنا عندنا الصيغة المعروفة التي ذكرنا فيما سبق اللي هي سوميتخ ا. سوميتخ ا طبعا هنا ملي نقولو سوميتخ ا، إذا هذاك متر صرفناه طبعا وحافظنا على سو اللي سابقه. طبعا هاد السورة تتصرف مع إيل أو آل، بحال عندنا هنا عندنا آل تنتكلمو على لابلوي كلمة مؤنثة تنتكلمو عليها في الغائب. إي لابلوي كما نقول هنا آل سومي، آل سومي أطومبي. ثم هي بدأت في السقوط لأن المطر كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية. أل سوني طومبي ثم هي بدأت في السقوط كما نقول في الهطول. أي لا بلوي سوني طومبي. طبعا هاد مي هذا ماتخ هذا كما ذكرنا مع أل تتولي عندنا سو. ممكن مثلا مع جو أقول جامامي أطومبي جامامي أطومبي أنا بدأت في السقوط. تيتومي أطومبي أنت بدأت في السقوط. Il se mit كما يدينا هنا il se mit à tomber هو بدأ في السقوط. نتكلم هنا على لو فيرب سوميتر ولكن في الباسي سامبل. في الباسي سامبل نقول je me mis tu te mis il se mit كما يدينا هنا il se mit nous nous mîmes vous vous mîmes vous vous mîtes ils se mirent ils se mirent ils se mirent à يعني هم بدأوا في ils se mirent à tomber هم بدأوا في السقوط مثلا. إذا عندنا هنا إي لا بلوي سوميا طومبي والمطر بدأ في السقوط. هل سيتوقف الأمر هنا؟ جاءت الغمامتان جاء المطر، هل سيتوقف الأمر هنا؟ طبعا لا. عندنا هوهو هوهو جاغيف أوسي. إذا يقول لهم هوهو أنا أصل أيضا. جاغيف أوسي جاغيف أوسي أنا أصل أيضا. شكون اللي قال هذا الكلام؟ دي لا غروس فوا دي فون. يقول صوت ضخم للريح.
يقول الصوت الضخم للريح دي لا غروس فوتيفو. طب انا نتكلم على صوت كلمه مؤنثه، لذلك نقول هنا غروس، كما نقول ضخمه في المذكر نقول غرو يعني ضخم. دي لا غروس فوتيفو يقول صوت الضخم للريح. اي لو فون سومي سوفلي، والريح سمي اسوفلي، بدا في النفخ كما نقول، كما عرفنا لو فيرب سوفلي فيما سبق، يعني انه بدا في النفخ، المقصود بانه بدا يهب. هو جاريف اوسي، هو جاريف اوسي، اذا هو ها انا اصل ايضا. دي لا غروس فوا دي فون، اي لو فون سومي سوفلي، والريح بدا في النفخ. ثم جون ايم با لا بلوي، جون ايم با لا بلوي، دي لا فلور دي شون، اي لا فلور سو فيرما، اي لا تي مورت. جون ايم با لا بلوي، دي لا فلور دي شون، اي لا فلور سو فيرما، اي لا تي مورت، اي لا تي مورت، اي لا تي مورت. جون ايم با لو فون، دي لارباغ كي ترومبلي، اي لارباغ لاسا تومبي سي فوي. جون ايم با لو فخوا، دي لا بوتيت هيرونديل، اي ليرونديل سونفولا فير دي بيي بلي شو. لطون إيتي فوني، كما قالت زهرة الحقول، جونيم با لا بلوي، أنا لا أحب المطر. جونيم با لا بلوي، أنا لا أحب المطر. دي لا فلوغ دي شون، تقول زهرة الحقول، هي ما تتحملش المطر. إذن كما قالت زهرة الحقول، إي لا فلوغ سو فيرما، ثم أن الزهرة سو فيرما. طبعا رأينا فيما سبق أنها تفتحت، هنا تنغلق. هنا تنغلق، أن تغلق نفسها، هذه الزهرة فهي هنا تنغلق. إلى تموت، ثم هي ماتت. إلى تموت، ثم هي ماتت. كما عندنا هنا لارفغ، هناك الشجرة. جوني با لو فون، أنا لا أحب الرياح. جوني با لو فون، أنا لا أحب الريح. دي لارفغ كي تخومبلي، تقول الشجرة التي ترتجف. دي لارفغ، تقول الشجرة كي تخومبلي التي ترتجف. اي لارفغ ليس تومبي سي فوي، والشجره ليس تومبي، تترك سقوط، تترك سقوط سي فوي، سي فوي يعني اوراقها. اذا الشجره انها لا تحب الرياح، لذلك هي بدات تترك اوراقها تتساقط. اي لارفغ ليس تومبي، والشجره تترك تتساقط سيفي اوراقها. ثم ماذا بعد هذا؟ جونيم با لو فخوا، جونيم با لو فخوا، انا لا احب البرد. جونيم با لو فخوا، انا لا احب البرد. دي لا بوتيت هيرونديل، دي لا بوتيت هيرونديل، تقول السنون الصغيره. لي هيرونديل سون فولا فير دي بيي بلو شو، لي هيرونديل سون فولا فير دي بيي بلو شو. ثم ان السنون خطف الشعر سون فولا، انه طار، أنها طارت، طارت إلى أين؟ فار دي بيي بلو شو، إلى بلدان أكثر حرارة، ليس فيها برد. لوطون إتيفوني، الخريف جاء. طبعا كما تنشوفون عندنا لو بارتيسيباسي دو فار فونيغ، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل جاء مسبوق بهاد إتخ، مسبوق بإتخ، ألم بارفي. إذا عندنا هنا لو بلوس كو بارفي الخاص بفعل venir. l'automne est venu، والخريف جاء. إذن سترحل كل هذه الأشياء عن هذا المكان الذي أصبحت فيه رياح وأمطار وبرد. إذن عندنا هنا le vocabulaire، nous prenons ce paragraphe le vocabulaire. إذن طبعا عندنا هذه الكلمات كما نلاحظ، prenons ces mots، نأخذ هذه الكلمات. هنا premièrement les bijoux، لي بيجو، عندنا الحلي. لي دام بورت دي بيجو، السيدات تحملن دي بيجو، تحملن حلي. طبعا الحلي تتزين به النساء. عندنا هنا لي دام بورت، طبعا هنا عندنا لوفر بورتي، هنا عندنا لوفر بورتي يعني فعل حملة، بورت دي بيجو أنهن يحملن حلي. دي باغ، دي كولي، دي كولي، دي براسلي. إذن عندنا دي باك كما نلاحظ في الصورة، خواتم، دي كولي، دي كولي، ثم دي براسلي، دي براسلي. إذن هذه كلها من الحلي. ثم عندنا غيشوفي، غيشوفي يعني سخنة. كون جي فخوا
Je réchauffe mes mains auprès du feu. Quand j'ai froid, عندما يكون عندي بردون, je réchauffe mes mains auprès du feu. أنا أسخن. طبعا هنا عندنا الغرض الشوف كما ذكرنا اللي عندنا هنا. Je réchauffe, أنا أسخن. طبعا هنا راه مصرف لو بريزون. On a le verbe réchauffer conjugué au présent. Je réchauffe, أنا أسخن mes mains. أسخن يدي auprès du feu. بالقرب من النار. بالقرب من النار. إذن quand j'ai froid, je réchauffe mes mains auprès du feu. ثم عندنا كلمة la voix. تنتكلم على الصوت. إذن la voix. Bébé crie. J'entends la voix de bébé. إذن الرضيع يصرخ. طبعا هنا عندنا الغرب كريي. إيسي هنا الغرب كريي. إذن عندنا فعل صراخة. Bébé crie, bébé crie, الرضيع يصرخ. J'entends la voix de bébé. أنا أسمع صوت الرضيع. Rony chante bien, il a une jolie voix. Rony يغني جيدا. طبعا هنا عندنا الغرب شانتي. إيسي هنا الغرب شانتي. conjugué au présent. إذن Rony chante, Rony يغني. Rony chante bien, Rony يغني جيدا. Il a ou عنده une jolie voix. Une jolie voix. صوتا جميلا. صوتا جميلا. طبعا هنا عندنا كلمة مؤنثة كما ذكرنا. كما نقول صوتا جميلة. ثم عندنا مور يعني ميت. مور تجي من لو فيرب مغير فعل مات. ان شا ايتي اكخازي باغ اون فواتور. ان شا ايتي اكخازي باغ اون فواتور. اذا نتكلم عن قط. ايتي اكخازي انه سحق مقصود انه صدم باغ اون فواتور. صدم من طرف السيارة. اذا عندنا واحد السيارة ضربت واحد القط. إلي مور. إلي مور. هو مات. إلي مور. هو ميت. أو هو مات. أونيتي. في الصيف. لي في سون فيغت. أونيتي. لي في سون فيغت. في فصل الصيف. لي في سون فيغت. الأوراق هي خضراء. الأوراق. كما نقول هنا. هم خضراء. لي في سون فيغت. الأوراق خضراء. En automne, elle jaunit et tombe. وفي فصل الخريف, en automne, في فصل الخريف, elle jaunit. طبعا هنا تنتكلم على الغاب جونيغ واللي عدو علاقة بالوصف اللي تنعرفه جون يعني أصفر. نقول مثلا une feuille jaune. إذا نتكلم عن ورقة صفراء. En automne, elle jaunit. وفي فصل الخريف, elle jaunit. كما نقول هنا يصفررن إن صح التعبير. يطنب ثم يتساقطنا. إذن طبعا في فصل الخريف يتحول لون أوراق الأشجار من الأخضر إلى الأصفر ثم تبدأ هذه الأوراق في التساقط. مسألة طبيعية كما نعرف. إذن en automne elle jaunit. إذن في فصل الخريف أنها تصفر. يطنب ثم تسقط. elles sont mortes. elles sont mortes. إذن هي ميتة. هذه الأوراق تسقط على الأرض. إذن تصبح ميتة. Ensuite, on a les phrases. بعد عندنا les phrases, عندنا جمل. Elle dansait car il faisait beau. هي ترقص. Elle dansait. طبعا عندنا هنا. هنا عندنا الغرب danser. مصرف فاش. مصرف لامبارفي. Elle dansait. هي ترقص. لماذا ترقص هي؟ car لأنه il faisait beau. كما نقول هنا بأنه كان يفعل جميل. طبعا هنا عندنا الغرب faire. عندنا هنا الغرب faire. صرف لامبارفي. قلنا لو غير فيغ كونجيغي لامبارفي. اذا طبعا لو غير فيغ هي يعني فعل فعلة. ولكن راه تنتكلمو بعد مرات على هاد الفعل هذا. بعد مرات نستعملو هاد الفعل مع إيل. مع هاد إيل. طبعا هاد إيل كما ذكرنا فيما سبق سان برونو ان بيرسونيل. هذا ما عندو علاقة بشي شخص. ما تنتكلموش عليه هو. ولكن تنقولوها عادة. نقول مثلا إيل فيبو يعني أنه يفعل جميل. هو يفعل جميل مقصودنا بأن الجو جميل. نقول مثلا il fait chaud. هو يفعل ساخن المقصود بأن الجو ساخن. il fait froid. يفعل بارد المقصود بأن الجو بارد. إذا طبعا هاد لو فيغ تستعمل بعض المرات في هاد المعاني بحال اللي عندنا هنا. طبعا
عندنا il faisait. كان يفعل il faisait, يعني أنه كان يفعل جميل. المقصود بأن الجو كان جميل لذلك هي ترقص. elle dansait, هي كانت ترقص. car il faisait beau, لأن الجو كان جميل. car المقصود بهذه الكلمة car هي parce que, لأنه. هنا تنقول parce que, نقول مثلا elle dansait parce que il faisait beau. إذا ممكن نقول car أو نقول parce que كما عندنا هنا. elle était contente, إذا هي كانت فرحة. elle était contente, هي كانت فرحة. car c'était l'été, لأنه كان فصل الصيف. إذا هي كانت فرحة بمجيء فصل الصيف. car c'était l'été, car c'était l'été, car c'était l'été, لأنه كان فصل الصيف. ثم عندنا maman est heureuse, إذا أمي أنها فرحة. طبعا في المذكر نقول heureux, مثلا نقول mon père est heureux, أبي هو فرح. هنا عندنا maman est heureuse, أمي هي فرحة. car son fils a bien travaillé, لأن ابنها. ممكن نقول parce que son fils a bien travaillé, لأن ابنها عامل بشكل جيد. car son fils a bien travaillé, le fils المقصود بالابن. كان ممكن نقول مثلا car sa fille, لأن ابنتها a bien travaillé, بنفس الطريقة أنها عاملت بشكل جيد. هنا عندنا car son fils, لأن ابنها أبيض حظي, أنه عامل بشكل جيد. ثم عندنا لا فلور سي فيرمي, لا فلور سي فيرمي, الزهرة أنها أغلقت. الزهرة أنها أغلقت يعني عكس تفتحت كما تكون في البداية. لماذا؟ كار إل نيم با لا بلوي, لأن هي لا تحب, نيم با لا بلوي, لا تحب المطر. ثم عندنا ليغونديل اي بارتي, ليغونديل اي بارتي, إذن السموم خطف الشهر. اي بارتي أنه انطلق, أنه ذهب. طبعا كما تنشوف هنا كلمة بارتي زدنا لواحد أ, لماذا؟ لأن هاد لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب بارتيغ يعني ديال فعل انطلاقة مصرف مع إتر, تولي الفعل أو لو بارتيسيباسي كما عندنا هنا تيتساكوردا مع لو سوجي, مع الفاعل. هاد لي غونديل هو اللي مشى, إذا هو اللي قام بالفعل. لي غونديل إي بارتي, إذا السنون هو انطلق. لي غونديل كلمة مؤنثة, هنا سنضيف أ, في حالة المذكر لا نضيف أ. نقول مثلا لوم إي بارتي, الرجل ذهب أو انطلق, إذا طبعا نحذف أ. إذا لي غونديل إي بارتي, السنون انطلق أو ذهب. car il n'aime pas le froid, car elle n'aime pas le froid, لأنه لا يحب البرد أو لا يحب البرودة. ثم عندنا هنا c'est mon tour, إنه دوري. c'est mon tour, c'est mon tour, إنه دوري. c'est ton tour maintenant, c'est ton tour maintenant, إنه دورك الآن. ce n'est pas ton tour, هو ليس دورك. ce n'est pas ton tour, هو ليس دورك, ماشي النوبة ديالك, خاصك تشد النوبة ديالك, شد الصف. ce n'est pas ton tour, هو ليس دورك. laisse moi passer, خليني ندوز, ماشي النوبة ديالك, النوبة ديالك باقا ما وصلتش. اتركني امر, laisse moi, حنا عندنا لو فيرب ليسي, فعل تركة مصرف في الامبيراتيف, مصرف في الامر. laisse moi passer, laisse moi passer, اتركني امر. il faut attendre son tour, يتوجب, il faut, يتوجب attendre son tour, انتظار دوره, يتوجب انتظار دوره, من المفروض انه ينتظر الدور ديالو. il faut attendre son tour. طبعا هنا عندنا لو فيرب attendre, عندنا هنا لو فيرب attendre ما مصرفش لانه اتى مباشره بعد لو فيرب falloir اللي مصرفنا. il faut attendre son tour, يتوجب انتظار, يتوجب attendre, انتظار son tour, دوره. mettez-vous au bout de la file, mettez-vous au bout de la file, اجعلوا انفسكم. mettez-vous, اجعلوا انفسكم, هنا عندنا لو فيرب se mettre, هنا عندنا لو فيرب se mettre, وضع نفسه. mettez-vous,
اجعلوا أنفسكم أبدل الفيل في نهاية الصف. يعني المقصود هنا جعلوا أنفسكم في آخر الصف أو في نهاية الصف، يعني خذوا الصف، شدوا الصف. ميتيفو أبدل الفيل، أبدل الفيل. إذن اجعلوا أنفسكم في نهاية الصف. مسيو يا سيدي، مسيو سيدي. شاكاسون تو كل واحد ودوره، كل واحد عنده الدور ديالو، حتى انت خاصك تشد الدور ديالك. شاكاسون تور اكيلو تور، لمن الدور؟ النوبة ديال من؟ النوبة ديال من؟ اكيلو تور لمن هو الدور؟ هو دور من؟ هو دور من الان؟ ال سونفول فيغ دي بيي بلو شو، هي طارت، نتكلم عن السنونو، هي طارت فيغ دي بيي بلو شو، نحو بلدان اكثر سخونة. السنونو يكره البرودة، إذن في ذلك البلد حيث أصبح باردا سيرحل من ذلك البلد إلى بلد به حرارة أكثر. إل سونفول فيغ دي بيي بلو شو، إلي فوني فيغ موا، هو أتى فيغ موا، نحوي اتجاهي، إلي فوني فيغ موا، هو أتى اتجاهي. طبعا هنا عندنا لو فيغ فونيغ تصرف لو باسي كومبوزي كما تلاحظوا، لأن لو فيغ فونيغ في الأصل ديالو تيتصرف مع إتر، فعل جاء، هو جاء يعني هو جاء بنفسه، لم يأتي بشيء آخر. لو كان هو مثلا أتى بشيء آخر لكان هناك صرف آخر، أو لكان هناك فعلا آخر. مثلا لو فيغ أمني وبيان لو فيغ أمني وبيان لو فيغ أبورتي وبيابورتي إلى غير ذلك، هناك أفعال أخرى تفيد هذا المعنى. طبعا هذه الأفعال ستصرف مع أفواغ. هنا عندنا لو فيغب فونيغ فعل جاء، تعني بأن الشيء أتى بنفسه أو الشخص أتى بنفسه، إذن أكيد أنه يصرف مع إتر. إذن إلى فوني هو أتى، فيغ موا اتجاهي هو جاء عندي، إلى كوغي فيغ سامير هو جرى. هنا عندنا لو فيغب كوغيغ تصرف في لو باسي كومبوزي كما تلاحظوا، عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كوغيغ، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كوغيغ اللي هو كوغي، قبل منو كاين عندنا لوكسيليار افواغ او بريزون. اذا عندنا هنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل كوغيغ، الى كوغي هو جرى فيغ سا مير نحو امي اتجاه امي، اذا هو بدا تيجري عند امو. الى كوغي فيغ سا مير il s'est tourné vers moi، il s'est tourné vers moi، اذا هو استدار نحوي، هو استدار اتجاهي، هو دار عندي، هو دار عندي. il s'est tourné، طبعا هنا عندنا لو فيرب سو تورني، عندنا لو فيرب سو تورني فعل استدار. ممكن احيانا نجد لو فيرب تورني، ممكن اننا نجد احيانا لو فيرب تورني، لو فيرب تورني يعني فعل ادار، انت تدور شي حاجه اخرى، ولكن هنا تنتكلم عليه هو بانه هو اللي دار، ماشي دور شي حاجه اخرى. اذا طبعا غنزيدو هاد سو il s'est tourné، طبعا في لو باسي كومبوزي كما تنعرفوا كاع الافعال اللي عندها سو تتصرف مع اتر، ميمكنش ليها تتصرف مع افواغ، لان هذاك الفعل تيوقع للفاعل il s'est tourné، اذا هو استدار فيغ موا اتجاهي امادي، ثم قال لي، ثم نكمل الكلام. اذا هو استدار اتجاهي ثم قال لي، il s'est tourné vers moi et m'a dit، et m'a dit، ثم نكمل الكلام. ثم عندنا لورتوغراف، لورتوغراف إذن عندنا او الأحرف ممكن نجدها في بعض الكلمات، مثلا كما في كلمة تو، تو يعني كل، تو ليطي كل الصيف، لا فلور سوفر، لا فلور سوفر، إذن الزهرة تتفتح، لا فلور سوفر. إذا طبعا لو فيغ سوفغيغ تتضمن هاد أو، كما عندنا هنا أن بيجو، أن بيجو، أن بيجو، إذا نتكلم عن حولي، كلمة بيجو كما تلاحظوا أيضا تتضمن هاد أو. إل سوكوش، إل سوكوش هو ينام، أو إذا تكلمنا على الشمس المقصود بأنها هي تغرب، هي تغرب. إذا طبعا لو فيغ سوكوشي يتضمن هاد أو، لو فيغ سوكوشي كومبخون أو. ثم عندنا تو لي جور، تو لي جور كل الأيام، طبعا عندنا تو اي جور لي دو مو كومبخان أو،
إذا الكلمتين تتضمنان هدء. ثم عندنا سيتخولور سيتخولور سيتخولور، إنه ثقيل جدا. سيتخولور إنه ثقيل جدا. نقول عن شيء بأنه لور يعني أنه ثقيل. في المؤنث نضيف أ فنحصل على لورد لورد ثقيلة. نقول مثلا سيتخولورد إنها ثقيلة جدا. سيتخولورد إذا أضفنا أ طبعا. ثم عندنا أورتوغراف تو توت إي توس. طبعا سنرى هذه الكلمات. طبعا هاد تو للمذكر المفرد، ثم عندنا توت للمؤنث المفرد، ثم عندنا تو وبيتوس في حالة أخرى. طبعا نقرأ واتوس إذا كنا نعني بها الكل. إذا كنا نعني بها الكل نقول مثلا الكل ذهب إلى البحر. ولكن إذا كنت أقول كل الناس كل التلاميذ إلى غير ذلك، هنا تقرأ تو. مثلا نقول تو لي زاليف، لا نقول توس لي زاليف. نقول مثلا تو لي زاليف سون فون ا لا مير، يعني كل التلاميذ ذهبوا إلى البحر. ولكن ممكن أن نقول لي زاليف توس فون ا لا مير، التلاميذ كلهم. شو الفرق كي نزير كلهم؟ أنا غنقول لي زاليف توس فون ا لا مير، التلاميذ كلهم ذهبوا إلى البحر. إذا هنا تسمع ديك اس. إذا طبعا هاد تو أو توس تتكون في المعنى اللي ذكرنا. ثم عندنا إتيد دي فيرب برونومينو، دراسة للأفعال الضميرية كما نقول. تنتكلم على لي فيرب برونومينو هي اللي عندها سو بحال اللي ذكرنا قبل قليل. بحال هنا عندنا لي فيرب سو كوشي. إذا نتكلم على الأفعال اللي عندها سو تتسمى لي فيرب برونومينو. طبعا نتكلم عن فعل واحد نقول عنه أن فيرب برونومينال. عندنا ديكتي، إذا عندنا نقل. روني اي تو بوتي، روني صغير جدا. روني اي تو بوتي، إذا روني أنه صغير جدا. مينا اي توت بوتيت، مينا اي توت بوتيت، ولكن مينا هي صغيرة جدا. شوف هنا عندنا تو، هنا عندنا توت. بوتي في المذكر، في المؤنث نقول بوتيت صغيرة، هنا عندنا صغير. روني اي تو بوتي، مع كلمة بوتي اللي هي مذكرة نقول تو، ولكن مع بوتيت اللي هي مؤنثة نقول توت. إذا هاد توت تتمشي مع المؤنث، هاد تو تتمشي مع المذكر بحال اللي عندنا هنا كما ذكرنا. بقات لنا هاد توس، بقات لنا هاد تو الأخرى. كما عندنا هنا جو مالاف تو لي جور دو بونور، جو مالاف تو لي جور دو بونور. انا استيقظ، هنا عندنا الفيرب سو لوفي، هنا عندنا الفيرب سو لوفي، هذا استنفر برونومينال فعل ضميري. اذا طبعا هذيك السو تتقلب مه مع جو. السو اللي عندنا هنا اللي تتسبق الفعل تتقلب الى مه مع جو. جو مو لاف، انا استيقظ، او انا انهض بمعنى اخر. ممكن ان تعني ايضا انا انهض من مكاني، ولكن هنا راه واضح بأن تعني أنا أستيقظ. تنتكلمو هنا دو بونور باكرا، ميمكنليش نقول مثلا أنا أقف باكرا، لأن الفيرب سولوفي ممكن أنه يعني استيقظ وممكن أنه يعني نهض من مكانه. هنا ميمكنليش نقولو نهض من مكاني أو نهضت من مكاني باكرا. إذا هنا المقصود به استيقظت باكرا. جو مو لاف تو لي جور، أنا أنهض كل الأيام دو بونور باكرا. ذكرنا في المسابق بأن كلمة بونور كما نقولون ساعة سعيدة أو ساعة جميلة، ولكن ما نقصد بها باكرا. دو بونور جو مو لاف تو لي جور دو بونور، أنا أستيقظ كل الأيام باكرا. مامون سو لاف تو لي جور ا 6 أور، أمي سو لاف، أنها هي تستيقظ. لاحظ هنا مع كلمة مامون كما نقول آل، نتكلم عن آل، في حالة أخرى ممكن نتكلم عن إيل هو. إذا مامو سولاف كما نقول آل سولاف، تترجع هاد سو ما تتبقاش مه. مع تي تتولي تو، مع إيل أو آل تترجع سو، مع نو تتولي عندنا نو. هاد سو مع نو
تقلب إلى نو، وهاد السه مع فو تقلب إلى فو، ثم مع إل أفك أس وبع إل أفك أس تعود إلى حالتها، تصبح عندنا السه كما عندنا هنا. مامو صليبت لي جوغ، إذا أمي تستيقظ كل الأيام أ سيزوغ، تو لي جوغ، لا نقول توس لي جوغ. ثم عندنا هنا نوزون طخون توس، لاحظ هنا نوزون طخون توس أ ليكول أو التوغ، هنا تتنطق توس. علاش؟ ما عندناش تو شي حاجة بحال اللي عندنا هنا، تو لي جوغ، تو لي جوغ، تو لي زلاف، تو لي كلاس، تو لي ماتخ، توت لي ماتخاس. إذا ما عندناش هاد الحالة هنا، عندنا هنا نوزونطخو، نحن ندخل، ثم توس كلنا أ ليكول إلى المدرسة أو الدوغ مع الساعة الثامنة. إذا نوزونطخون توس أ ليكول أو الدوغ، أ ليكول أو الدوغ، نحن ندخل كلنا إلى المدرسة أو الدوغ الساعة الثامنة. Et enfin, nous terminons avec la conjugaison. Ici, on a la conjugaison du verbe se laver au présent. L'ishfna qabla qali, l'oua, se lever. Adnana, le verbe se lever. Hanara, adna se laver. Adna fi al-ghasa la nafsao. Aou istahanna. Ida netkelem al verbe se laver. Fi halat okhra, mumkin netkelem al verbe lever. Fi halat okhra, mumkin netkelem al verbe lever. Bidounat se. Yani rafa'a. ماشي رفع راسو، رفع راسو يعني أنه نهض من مكانه كما ذكرنا قبل قليل، أو استيقظ صباحا. إذا هذا هو المقصود، رفع نفسه. ولكن في حالة أخرى ممكن نتكلم عن لوفي، لوفي فعل رفع. نقول مثلا لوفي فودوا، لوفي فودوا يعني ارفعوا أصابعكم، ارفعوا أصابعكم. لوفي لما ارفعوا اليدي، لوفي لما ارفعوا الأيادي، ارفعوا يديكم. لوفي لي مان ارفعوا ايديكم، اذا انتما غترفعوا شي حاجه اخرى. ولكن عندما نتكلم عن الشخص انه يرفع نفسه، المقصود انه ينهض او يستيقظ، هنا تنتكلموا على لو فيرب سو لوفي، هنا تنتكلموا على لو فيرب سو لوفي كما عندنا هنا. طبعا عندنا كما قلنا لو فيرب سو لوفي، وعندنا لو فيرب لوفي يعني انك ترفع شيئا بنفس الطريقه. هنا عندنا لو فيرب سو لوفي وعدنا لو فيرب لافي، لافي يعني أنت تغسل شيئا، لافي لا فواتور مثلا أنك تغسل السيارة، لافي لي فيتمون أنك تغسل الملابس. ولكن هنا عدنا لو فيرب سو لافي، هنا عدنا لو فيرب سو لافي، عدنا فعل غسل نفسه. على كل حال لو فيرب سو لافي أو بخيزون، إذا غنشوفو هاد الفعل هذا في البخيزون كما عندنا هنا. جو من لاف لي ما، أنا أغسل نفسي اليدين. ما معنى هذا؟ يعني المقصود، مقصود أنني أغسل جزءا مني اللي هو اليدين. جو لاف لي ما، ممكن نقول جو لاف لي ما، أنا أغسل اليدين. وممكن تكون في هذه الحالة اليدين ديال الطفل الآخر، وممكن أن تفهم بأن يدي. ولكن حتى نحسم الأمر تنستعمل الفيرب سو لافي. جو لاف لي ما، أنا أغسل يدي. تيتو كما تنشوفو عندنا سو تقلبات لتو مع تي، تيتو لاف لما، أنت تغسل يديك كما نقولون كما ذكرنا، أنت تغسل نفسك اليدين، المقصود أنك تغسل يديك. إل سو لاف لما، إل سو لاف لما. إذا في هذه الحالة مع إل أو إل وحتى مع أون أنها تترجع هاد السو. ثم أو بلوغيال في الجمع نقول نو نو لافون لما، هذيك سو مع نو تتقلب النو كما عندنا هنا. نو نو لافون لي ما، نحن نغسل اليدين. ثم فو فو لافي لي ما، اذا لاحظ هنا مع فو تقلب سو الى فو، فو فو لافي لي ما، فو الاولى ديال الضمير، فو الثانيه ديال سو. فو فو لافي لي ما، انتم تغسلون انفسكم اليدين، المقصود انكم انتم تغسلون ايديكم. إل سو لافي لي ما، إل سو لافي لي ما، بنفس الطريقة كما ذكرنا، هن يغسلن أيديهن. إذا وهكذا نكون قد انتهينا مع هذا النص، نلتقي في فقرة قادمة مع نصوص أخرى. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.